وموضوع جديد ومهم، وضيفة جديدة وجميلة معانا، أستاذة شيماء خالد، أخصائية التخاطب والصحة النفسية ومدرب ومحاضر بجامعة عين شمس. إزاي حضرتك؟ ازي حضرتك؟ يعني الحمد لله. لازم أبص في التايتل كبير أوي، يعني مش عارف، يعني ربنا يكرمك على تسلم العلم بتاعك تسلم. والكلام الجميل والحاجات اللي أنت بتتكلمي فيها وبتهتمي بيها، ومسألة الأطفال طبعا. طبعا يعني إحنا طبعا طالما في الأطفال وتخصصك يبقى لازم بنتكلم على حاجة ليها علاقة بإزاي اللغة وإزاي الطفل بيكون اللغة، إيه اللي ممكن يعني نتناوله في الحلقة يفيد الناس. ماشي، هما هيستنونا ان شاء الله الحلقة اللي جاية. هنتكلم عن التأخر اللغوي، ازاي يا ماما تعرفي ان ابنك متأخر في الكلام ولا لا، وازاي تعالجيه كمان. تمام، وطبعا تشخص او تفرق ما بين اذا كان متأخر لغويا ولا في تمام، او في مشكلة تانية. دي مشاكل تانية، لان في لخبطة عند ناس كتير، بالظبط واعتقد ان الاب او الام لو اكتشفوا الموضوع بدري الدنيا بتبقى اقدر طبعا. واسهل. التدخل المبكر ده يعني مهم جدا. طبعا طبعا، ما هو عشان كده احنا بنعمل الحلقات، وعشان كده دكتورة شيماء برضو هتقول لنا على حاجات في الحلقة وما بعد الحلقة تساعدنا كثيرا علشان نعيشها ببساطة وحياتنا تبقى جميلة وولادنا يبدعوا ان شاء الله ويطلع منهم يعني كل الطاقات والمواهب اللي جواهم، صح كده؟ أكيد لازم نعيشها ببساطة، ونعيشها عيشوها ببساطة. ببساطة. انا خلاص يعني هتاخد مني الكاميرا الحمد لله وهتبقى مذيعة، فانا كده كده راحت عليا يعني. لا لا طبعا، ما تقولش كده. ربنا يخليكي. يعني طبعا تسمعوا الحلقة والكلام الجميل، واي اسئلة او اي حاجة دكتورة استاذة شيماء وعدتنا انها تساعدنا في حلها ان شاء الله، إن شاء صح الله كده؟ أكيد طبعا، تلبيسة، ايوه على الهوا ده برضه. عينيا. ربنا يخليكي، متشكرين جدا. اسمعوا الحلقات.